إذن الهدف من هذا التمرين هو تحديد تغيرات مركب دالتين. نعتبر الدالة العددية f و g معرفة g و h المعرفة بما يلي: f لx تساوي x مربع زائد 4x زائد 1، و g لx تساوي جذر مربع x زائد 4، و h لx تساوي جذر مربع x أس 2 زائد 4x زائد 5. السؤال الأول: حدد d f و d g و d h، بمعنى حدد مجموعة تعريف الدالة f و g و h على التوالي. ثانيا: ضع جدول تغيرات الدالة g. سؤال ثاني: ضع جدول تغيرات الدالة g. سؤال ثالث: ضع جدول تغيرات الدالة f. السؤال الرابع: تحقق أن h كيساوي g غون f، بمعنى أن h هي مركب دالتين f و g على التوالي. خمسة: استنتج تغيرات h على المجالين ناقص لا نهاية ناقص 2 وناقص 2 زائد لا نهاية. قبل ما نشوف التصحيح نوقف الفيديو ونحاول نفكروا في الإجابة، وبعد ذلك نمر إلى الحل. إذن على بركة الله نبتدئ بحل السؤال الأول: تحديد مجموعة تعريف الدوال f و g و h. إذا نبدأ بالدالة f. الدالة f تكتب على الشكل التالي: f لx تساوي x أس 2 زائد 4x زائد 1. إذن نلاحظ بأن الدالة حدودية، بما أن f دالة حدودية فإن df هي المجموعة f. إذا بشكل مباشر مجموعة التعريف هي f. يمكن نكتبها على شكل مجال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية. نمر الآن إلى الدالة g. دونك لدينا g x تساوي جذر مربع x زائد 4. دونك لكي تكون x تنتمي إلى الدالة مجموعة تعريف الدالة g، فهذا يعني أن x زائد 4 عدد موجب يكافئ x ينتمي إلى دي جي، يكافئ بأن x أكبر من أو يساوي ناقص 4. إذن ومنه دي جي هي المجال ناقص 4 زائد لا نهاية. نمر الآن إلى الدالة الأخيرة وهي الدالة h. إذن لدينا h لx هي جذر مربع x مربع زائد 4x زائد 5. نغير طريقة الإجابة، يعني غنكتبو مباشرة dh تساوي، كنفتحو لاما وتنكتبو x ينتمي إلى r. إذن مجموعة عدد الحقيقية بحيث ما بداخل الجذر اللي هو x مربع زائد 4x زائد 5 عليه أن يكون موجبا، إذن هذا بوزيتيف. إذن باش نتأكدوا واش التعبير موجب أم لا، نلاحظ بأن هذا التعبير وتحديد إشارة الحدودية التي تكتب على شكل ax مربع زائد bx زائد c. سنختصر فقط في الحالة اللي عندنا في التمرين، إذا كان دلتا اللي هو مميز الحدودية اللي كيساوي ب مربع ناقص 4 أسي سالب، إذن فإن الحدودية bx، نقدرو نسميوها bx، دونك الحدودية bx جدول الإشارة ديالها غيكون الشكل التالي. عندنا عندنا x وعندنا bx. مجموعة التعريف كيف ما تتعرفوا هي مجموعة r، إذا من ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. بما أن دلتا عدد اللي هو سالب، إذا فإشارة الحدودية هي إشارة a. إذن هي إشارة a. إذا a عندنا هنايا a كيساوي إشارة A. إذن إشارة حدودية هي إشارة A. إذن خصنا نرجعو
نشوفوا إشارة أ اللي عندنا في التمرين. طب إذا في هذا التمرين أو في هذا السؤال، في هذا السؤال أ تساوي واحد عدد موجب، ودلتا كتساوي ب أس اثنان يعني أربعة أس اثنان ناقص أربعة في أ يعني في واحد في السي يعني خمسة كتساوي، إذا درنا عملية حسابية بسيطة، أربعة أس اثنان هي 16، أربعة في واحد في خمسة هي 20، 16 ناقص 20 هي ناقص 4، إذا هذا عدد سالب. إذا بما أن دلتا عدد سالب، إذا إشارة إكس مربع زائد 4 إكس زائد 5 هي إشارة أ اللي هو موجب قطعا، ومنه لكل إكس ينتمي إلى R الحدودية إكس مربع زائد 4 إكس زائد 5 موجب قطعا. وبالتالي الشرط اللي كنا تكلمنا عليه بالنسبة لتحديد مجموعة التعريف، يعني هذا الشرط دائما محقق. وبالتالي دي اش هي ار، يمكن نكتبوها ناقص من النهاية زائد إذا ملي كيكون عندك شي شرط دائما محقق كنقولوا بأن مجموعة التعريف هي ار. إذا للإجابة على السؤال التالي اللي هو ضع جدول تغيرات الدالة جي. إذا باش نجاوبوا على هذا السؤال نذكروا على أنه بصفة عامة إذا كانت جي إكس كتساوي جذر مربع إكس زائد أ حيث أ عدد حقيقي، إذا فإن الدالة جي لإكس تكون معرفة على المجال ناقص أ زائد لا نهاية، وبالنسبة للتغيرات فهي دائما تزايدية على هذا المجال. إذا نرجعوا للسؤال تاعنا، الدالة جي في هذه الحالة اللي عندنا تكتب على شكل جذر مربع إكس زائد أربعة. إذا الجدول كيف ما قلنا يتكون من سطرين، السطر الأول العمود الأول نضع دائما إكس، والسطر الثاني العمود الأول نضع جي إكس. بالنسبة للسطر الأول العمود الثاني نضع مجال التعريف، يعني إلى أي مجال ينتمي إكس. في هذا التمرين إكس ينتمي إلى المجال ناقص أربعة زائد لا نهاية، نوضعهم في الأطراف. الدالة جي كيفاش دايرة التغيرات تاعها؟ فهي دالة تزايدية حسب الحالة العامة. قول ضع جدول تغيرات الدالة اف. دالة اف، اذا نعود الى الحالة العامة. دونك في الحالة العامة بصفة عامة إذا كانت الدالة f لx تكتب على شكل ax مربع زائد bx زائد c حيث a و b و c أعداد حقيقية، التغيرات كتمشي على حسب a. دونك كنحسبو أولا ناقص b على 2 a، كنشوفو واش تعطينا هذاك العدد، نقدروا نسميه مثلا على سبيل المثال ألفا. وإشارة أ، دونك أ مثلا إذا كان أ موجب، دونك إذا كان أ موجب، إذا في هذه الحالة هذه غتكون عندنا الدالة ديالنا جدول تغيراتها يكون كالتالي، جدول تغيراتها يكون كالتالي. إذا دائما كيف قلنا السطر الاول العمود الاول نضع اكس، والسطر الثاني العمود الاول نضع اف اكس. هنا مجموعه التعريف بما ان الداله اذا لا حدوديه، اذا معرفه على ناقص ما لا نهايه زائد ما لا نهايه. في الوسط هنا كنوضعوا الفا. اذا عندنا ا موجب، اذا التمثيل المبياني ديال هذه الداله عباره عن شلجم موجه نحو الاعلى، يعني بهذا الشكل شلجم موجه نحو الأعلى. وبالتالي الدالة غتكون تزايدية
على المجال الفا زائد لا نهايه وتناقصيه على المجال ناقص ما لا نهايه الفا. وفي هذا المكان سنوضعوا الصوره ديال الفا بداله اف. الحاله الثانيه اذا كان عندنا ناقص بي على جوج ا كيساوي بيتا و ا عدد اللي هو سالب. دونك في هذه الحاله كيفاش غيكون جدول التغيرات؟ يعني جدول التغيرات غيكون على الشكل التالي. اذا كيف قلنا دائما نضع هنا اكس وهنا اف اكس ناقص لا نهايه زائد لا نهايه وفي الوسط نضع بيتا، اذا ناقص بي على جوج ا. بالنسبه للمنحنى التمثيل المبياني اذا كانت ا سالبه اذا فان شجر موجه نحو الاسفل، يعني نحو الاراتيب السالبه، وهذا هو محور التماثل تاعو. اذا الداله غتكون تزايديه على المجال ناقص ما لا نهايه بيتا، ثم تناقصيه على المجال بيتا زائد لا نهايه، وهنا نضع صوره بيتا. اذا بالعوده للسؤال، اذا قلنا المطلوب هو ضع جدول تغيرات الداله اف. كيف قلنا هنايا عندنا حالتين. اذا نرجعوا للتمرين ديالنا، لدينا اف لي اكس كتساوي اكس مربع زائد 4 اكس زائد 1. اذا ناقص بي على جوج ا شنو غتكون؟ اذا في هذه الحاله ا تساوي 1، بي تساوي 4، و سي تساوي 1. اذا ناقص بي على جوج ا غتكون هي ناقص 4 على 2 في 1 غتساوي ناقص 2. اذا عقل على هذه القيمه، و ا كيساوي 1 يعني عدد اللي هو موجب. اذا حنا هذه الحاله هذه اللي حنا فيها كتتطابق مع الجدول الاول، اذا مع هذه الحاله الاولى. إذن الدالة غتكون تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص بي على جوج أ، واللي سميناه في الحالة الأولى ألفا، وتزايدية على ألفا زائد ما لا نهاية. إذن نرسمو الجدول تاعنا. المكون كيفما كنقول دائما وأعيد سطرين عمودين، السطر الأول العمود الأول إكس، السطر الثاني العمود الأول إف لإكس. مجموعة التعريف بما أن الدالة حدودية ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية. العدد اللي لقيناه هنايا ألفا هو ناقص 2، إذا نكتبه هنا في الوسط. أ موجب، إذا الدالة غتكون تناقصية ثم تزايدية، وهنا غنحسبو إف ناقص 2. إلا بغينا نحسبوها في الأمر سهل، إف ناقص 2 يعني تحديد صورة ناقص 2 بالدالة إف. إذا هي ناقص 2 مربع زائد 4 في ناقص 2 زائد 1. النتيجة هي 4 ناقص 8 زائد 1 تساوي ناقص 3. إذا هنا ناقص 3. إذا نكون بالتالي قد انتهينا من السؤال رقم 3. السؤال الرابع، تحقق من أن H تساوي جيرون F، يعني أن الدالة H كتساوي مركب الدالتين F و G على التوالي. نذكرو بالشرط اللي كتكون فيه الدالتين متساويين. إذن نقول بأن واحد الدالة نسميوها M كتساوي دالة أخرى L، إذا تحقق الشرطين التاليين. أول حاجة، مجموعة تعريف الدالة M تساوي مجموعة تعريف الدالة L. والشرط الثاني، لكل إكس ينتمي إلى DL، والشرط الثاني لكل إكس ينتمي إلى DL، LMX كيساوي LX، MX كيساوي LX. إذن هذا تذكير بخصوص تساوي دالتين. إذا نبداو أولا التحقق من الدي اش. إذا أولا نرجعو للسؤال تاعنا، لدينا دي اش كيف بينا في السؤال الأول أنها تساوي اخ.
و اف تساوي اول حاجة اكس ينتمي الى دي اف و اف اكس تنتمي الى دي جي. اذا هاد جوج شروط خصهم يتحققوا باش نهضروا على مجموعة التعريف ديال الدالة اف. اكس ينتمي الى دي اف، اذا اول حاجة اكس ينتمي الى اف بصفة عامة، اكس ينتمي الى دي اف يعني ان اكس عدد ينتمي الى اف، بمعنى من لا داعي لتكرار هذا الشرط. اذا حنا في الاول كنكتبوا اكس ينتمي الى اف، كاين هنا ما كتبناهاش ماشي مشكل. اذا اكس ينتمي الى دي اف يعني ان اكس ينتمي الى اف، و اف اكس تنتمي الى دي جي يعني ان اكس مربع زائد 4 اكس زائد 1. باش تنتمي لدي جي خاصها تكون اكبر من او تساوي ناقص 4. اذا نستمر بنفس الطريقه، اكس ينتمي الى اغ بحيث هذه حدوديه من الدرجه الثانيه نخليوها كما هي، وهاد ناقص 4 نجيبوها للطرف الاول تولي زائد 1 زائد 4 موجب. اذا غنشوفوا الحلول تاع المتراجعه، اكس مربع زائد 4 اكس زائد 5 اكبر من صفر. اذا علينا اولا ان نحسب دلتا، اذا نحسب دلتا، دلتا في هذه الحاله هو ناقص بي بي اس 2 ناقص 4 ا سي، هذه محفوظه دونك كنعاودو نذكرو بها، يعني بي اس 2 يعني را اس 2 ناقص 4 في 1 في 5. وكيف ما تلاحظوا هذه راه هي ناقص 4، يعني 16 ناقص 20 ناقص 4 واللي هو عدد سالب. اذا لكل اكس ينتمي الى ار اكس مربع زائد 4 اكس زائد 5 اكبر بقطعة من صفر، واللي هي عبارة صحيحة. اذا دي تاع جيغون اف حتى هي كتساوي ار وتا هي كتساوي دي ديال اش. اذا هنا ما عندناش مشكل في الشرط الاول، اذا الشرط الاول ما كاين حتىش اشكال. دي اش يعني من اخر نحسب الان جيغون اف لي اكس ونشوف واش تعطينا اش اكس ولا لا. دونك حسب التعريف هي جي لي اف لي اكس، دونك جي لي اف لي اكس يعني اف في بطن الجي. اذا جي هي جذر مربع اكس زائد 4، اذا اف لي اكس غتبدل في بلاصه اكس، اف اكس كلها غتعوض في بلاصه اكس. اف اكس كيف ما تتعرفوا خلال التمرين راه هي اكس مربع زائد 4 اكس زائد 1. اذا هذه هي الداله اف لي اكس من هنا حتى لهنا. غنضيفوا عليها 4 زائد 4، النتيجه هي جذر اكس مربع زائد 4 اكس، 4 زائد 1 هي 5، وهذه هي اش اكس. ومن كل اكس ينتمي الى دي اش جيغون اف لي اكس تساوي اش اكس. اذا خلاصه، اذا اش كتساوي جيغون اف. هذه تذكير تذكر، إذا كانت f تزايدية على i و g تزايدية على f i، فإن جيرون f ستبقى تزايدية على المجال اي. إذن فقط تذكير بحالة من الحالات، إذا كانت f تزايدية على المجال اي، و g تزايدية على المجال f اي،
يعني صورة ديال اي بالدالة اف، فان جيرون اف يعني مركب دالتين اف وجي على التوالي تزايدي على المجال اي. اذا كانت اف تناقصية وجي تناقصية، اذا جيرون اف كتبقى تزايدي على المجال اي. في العكس اذا كانوا مختلفين بحال مجدود الضرب، بحال عملية زائد وناقص، تزايدية نقدروا نقولوا زائد، تناقصية نقولوا ناقص. الا كانوا بحال بحال النتيجة تزايدية، كانوا مختلفين النتيجة تناقصية. نرجعوا الفكرة اللي عندنا هنا، نرجعوا للتغيرات ديال الدالة اف. دونك الدالة اف من خلال ما سبق قلنا بأن الدالة اف جدول تغيراتها هو كالتالي، إذا هي معرفة على المجال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية لأنها حدودية، ناقص ب على جوج أ كتعطينا ناقص اثنان. الصورة ديال ناقص اثنان كيف ما حسبناها هي ناقص ثلاثة، الدالة تزايدية على ناقص من ناقص اثنان، وتناقصية على المجال ناقص من النهاية ناقص اثنان. بالنسبة للدالة جي، إذا الدالة جي فهي معرفة على المجال ناقص أربعة زائد لا نهاية، وهي دائما تزايدية. إذا لتحديد جدوى التغيرات، لتحديد جدوى تغيرات الدالة جي على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان، خصنا نشوفو صورة المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان شنو هي. دونك إذا عندنا اف، لدينا دونك على المجال، نبداو بأعلى المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان. هذه أول حاجة غنركزو عليها، على المجال ناقص اثنان لدينا اش تساوي جيرون اف. هذه من جهة، من جهة أخرى عندنا أيضا اف تزايدية، عفوا اف تناقصية على المجال ناقص لا نهاية ناقص اثنان. اف يعني صورة المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان بالدالة اف، صورة المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان بالدالة اف هو المجال ناقص ثلاثة زائد لا نهاية، هو المجال ناقص ثلاثة زائد لا نهاية. إذا خاصنا نشوفو الدالة جي كيفاش عاملة على هذا المجال ناقص ما لا نهاية ناقص ثلاثة زائد لا نهاية. إذا من خلال الجدول تتضح لنا بأن ناقص ثلاثة جات هنا، إذا ناقص ثلاثة زائد لا نهاية فالدالة هي دالة تزايدية الدالة جي، إذا جي تزايدية على المجال ناقص لا نهاية ناقص ثلاثة زائد لا نهاية. إذا من خلال هذه المعطيات كاملة نستطيع أن نخرج بالخلاصة التالية، واللي هي أن اش واللي هو كيساوي جيرون اف أيضا عفوا تناقصية. إذا من خلال أن اف تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان، وصورة المجال ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان بالدالة اف هي ناقص ثلاثة زائد لا نهاية، والجي تزايدية على المجال ناقص ثلاثة زائد لا نهاية، إذا فإن اش تناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية ناقص اثنان. إذا بنفس الطريقة غنشوفو الدالة اش كيفاش هي الرتابة ديالها على المجال ناقص اثنان، إذا على المجال ناقص اثنان زائد لا نهاية. إذا أولا عندنا اش هي جيرون اف، اف تزايدية، نكتب هذه مرة، تزايدية على المجال ناقص اثنان زائد لا نهاية. إذا لاحظوا راه كاينة في الجدول ناقص ناقص اثنان زائد لا نهاية، راه اف تزايدية. وعندي اف صورة المجال ناقص اثنان زائد لا نهاية بالدالة اف هي ناقص ثلاثة زائد لا نهاية.
وجي تزايدية على ناقص 4 زائد لا نهاية، وخصوصا ناقص 3 زائد لا نهاية. إذا من خلال ما سبق نستطيع أن نستخلص أن h كون أن f تزايدية و g تزايدية، إذن h أيضا تزايدية على المجال ناقص 2 زائد لا نهاية. إذن خلاصة لما سبق، خلاصة h معرف على المجال ناقص لا نهاية زائد لا نهاية دالة h من خلال المعطيات السابقة تضح لنا بأن h تزايدية على المجال ناقص 2 زائد لا نهاية، وتناقصية على المجال ناقص ما لا نهاية ناقص 3. وهنا سنوضع الصورة ديال ناقص 2 بالدالة h، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو.